فكرة سريعة كده وبسيطة جدا، معلومة ايه، بيقول لك معلومة بوك او معلومة فيسبوك، يعني حاجة سريعة كده على المشي. عندي الحوض النص ركبة او الحوض الوحدة المعلقة او اي حوض غير الركبة غير الركبة العادية، عشان اعلقه على طول باسرع طريقة واشتغل فيها لوحدي. انا عندي الحوض كله بقيسه، الحوض كله 60، نص الحوض 30، عملت على بعد 30 تمام كده. اخد نص المسمار الناحية دي، نص المسمار بتاعي 14، ومن هنا نص المسمار بتاعي 14، يبقى انا باخد النص الاكس بتاعي على الحيطه اهو، وباخد 14 يمين و14 شمال. العلام ده اللي بالخط ده انا جبته ازاي؟ انا عندي الحوض دي اكس يركب معايا على 85 وش الشفه من فوق، هنا عشان خاطر حاله خاصه هنركبه على 90، يبقى اصبح عندي 90 ده وش الحوض الاساسي تمام كده. باخد بقى معايا هنا كده بص صديقي، من وش الحوض لنص المسمار 5 سم ونص، بنزل الخمسة ونص بتوعي اهم، باخد علام بالميزان وبحط النص بتاعي. طبعا هرحم الحوض سنة هناك، نص الحوض بتاعي اهو اللي هو ال 30 سم احنا قسناه، ومنه باخد 14 يمين و14 شمال، اخره مركب، الموضوع انتهى خالص. شكرا.